السلام عليكم. في شركة اسمها ريبل اوتوميتد بيلدينج ديزاين، عاملة برنامج بتقدر تسطبه جوه الريفت مجاني، بحيث ان هو يقدر يعمل لك التحليل لو انت عملت اي تعديل في المعماري هيكون تأثيره عامل ايه على الاتشفاك. فهو شغال مع المعماري وبرضه مع المهندسين بتوع الطاقة والتكييف الاتشفاك، وبشرح لك ازاي ان انت تقدر هتستخدمه وتشوف التأثيرات اللي هتحصل. وهو بيعمل لك اوتوماتيك اسكادات الخاصة بيه والحسابات الخاصة بيه. دي التولز المجانية اللي هسيبها لك اسفل الفيديو. فهو مجرد ان انت تضغط الزرار واحدة يعمل لك اللود كالكوليشن والفنتليشن والزونينج والديفيوزر سيليكشن اند لاي اوت والفي في والاير هاند يونت والشيلر بلانت والبويلر بلانت سيليكشن، يبدأ يختار لك الافضل. تعال نشوف الفيديو دوت. ده بيستدعي المعماري. اوتوماتيك اول ما تضغط يبدأ يعمل لك الحسابات. ويعمل لك الجداول كلها زي ما انت شايف. فهيساعدك وبيوفر عليك الوقت ان شاء الله. هم عندهم تو تولز، سيبلك الاتنين اسفل الفيديو على اساس ان انت تجربهم.